بين التجاذب والتنازع حول المجال وحول الخيرات وحول السكان وحول يعني مجموعة دي الأمور كتكون مشتركة، ولكن هذا لا يعني أنه في هذا التاريخ المشترك ما كناش بعض الأضواء وبعض الأنوار المنيرة اللي كتعمل على تخلي هذه العلاقة دائما فريكتيوز تكون مثمرة وتدفع في 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 في, في المستقبل المشترك. عملنا هذا البيان، البيان روج على مستوى العالم العربي كامل وروج على مستوى الإذاعات الخارجية خصوصا الإسبانية، لأنه الغريب في الأمر هو أنه التجاوب ديال المثقفين الإسبان مع البيان كان غير خارق للعادة، في حين أنه نفسي العبراني وجبرنا مشاكل في إقناع مجموعة من المثقفين اللي ولكن المثقفين اللي كنا كنعاودوا أنهم عندهم ارتباطات سياسية بأجهزة رسمية، دونك جبرنا مجموعة المشاكل في الإقناع ديالهم بالتوقيع في البيان، ولكن البيان كان حديث هاد المدة كلها، وكان بيان في الحقيقة اللي فتح ان المخيل ديالنا انه باقي المثقفين يؤدي ادوار مهمه في السياقات التاريخيه اللي كيحضر فيها التنازع كمعطى اساسي واولي. اذا كان هاد العمليه هذه تبعها تفكير بعد ما البيان اجبر هاد داع بعد أن دعا هذا البيان واستقبله مجموعة المثقفين، كان تفكير أننا نعملوا واحد مركز سميناه مركز تفاهم، درنا له أرضية كانت كتحتاج شوية ديال التدقيق والترجمة لأنه الإخوان المثقفين الإسبان كان ضروري يطلعوا عليه إلى آخره، وقع بعض الأشياء وقعت الأمور هكا. كانت جهة المناسبة اللي كيجمعنا فيها السي اللاعبي دار العالم مش مشكورة باش أننا نفكروا أننا عندنا واحد القنطرة الآن هي ملك ديال العرايش، هي ملك الإنسانية ولكن رمزيا هي ملك ديال العرايش. هاد القنطرة اللي كتجمع جوج ديال الضفات وجوج ديال الثقافات الإسبانية والمغربية. كنت في الذكرى الأولى لوفاة خوان كويتو سولو، كان ساهموا معايا مجموعة ديال الإخوان، وكان تفكير في لا كوميموراسيون ديال هاد الذكرى سنويا واعطائها ابعاد اكثر مردوديه واكثر انتاج وابداع ثقافي. وكان بالفعل السي نبيل دريوش هو شارك معنا بورقه في الموضوع، كنت لقيتها بالمناسبه، وكنت طرحت واحد المشروع انا غادي نطرح عليكم مشروع، لانه خوان كويتو سولو باش نسوقوا هاد العلاقات المغربيه الاسبانيه وهاد القنطره الرابطه في التاريخ والمتجذرة في العمق التاريخي، لأنه حنايا سواء على مستوى الديان العلم قال حنايا شعب واحد، لأنه ما يمكنش هاد الزقاق ديال الماء خلى أن هاد الشعبين ما يكونوش مندمجين لدرجة التزاوج وفي خبير الأمور. إذا أنا غادي نحاول ما أمكن أنني نعاود نقرأ لكم هاد المشروع هذا، أستغل فيه الظرف أنه مجموعة ديال المثقفين حاضرين معنا ومجموعة الناس اللي ممكن أنه إذا كان ممكن هذا المشروع أنا كنحطه وكنوضعه راه التصرف ديال دار العرايش ديال سي محمد العبي، لأنه في الحقيقة إنسان عنده رغبة أكيدة بأنه أن هذا الشيء يستمر ويبقى ويعيش. إذن أنا غادي نقرأ لكم هذه، غير هو بالنسبة عندي واحد طلب المؤسسة ديال سيرفانتس، لكن ممكن سي محمد من بعد يوصلوا للإدارة. احنا مدينة العرايش عندنا واحد المشكل في التاريخ ديال المدينة ديالنا، عندنا واحد المشكل هو أنه العرايش بقية مدينة إسبانية لمدة قرن من الزمن بمعنى من 1610 إلى 1689 كانت مدينة إسبانية، كان يحكمها الإسبان وكان ممنوع على المغاربة أنهم يدخلوها إلا في وقت الأسواق ديال التبادل التجاري، وبالتالي كل هاد المرحلة اللي كتغطي قرن من الزمن ديال الوجود الإسباني في العرايش ما عندناش الوثائق ديالها، والوثائق ديالها كلها في المكتبة ديال سي بانكاس. أنا كنطلب إلا كان ممكن هاد الانستيتيو هادي تشتغل مع الطلبة والباحثين العرايشيين على أنها توفر لهم منح لأجل استرجاع هاد المرحلة من التاريخ ديال العرايش
اللي هو تاريخ إسباني بامتياز، وبغينا أننا نوطنوا العريش جديد من المسار التاريخي ديال تاريخ المغرب بصفة عامة. إذن سألك عليكم كلمة بعد إذنكم. إذن سعيد أن أكون بينكم في هذا اليوم الاحتفالي الخاص بالذكرى 5 لرحيل الكاتب أخوان غويتسو. فبعد عملها الدؤوب في الميدان الثقافي والاهتمام بالإنتاج المادي واللامادي لمدينة العرائش والذي استمر طويلا، تستضيف اليوم دار العرائش بتعاون مع معهد سيرفانتس العرائش هذا النشاط الكبير الذي يحضره طلاب من أهم المثقفين والفاعلين المدنيين والإعلاميين. ونحن إذ نثمن هذا العمل الكبير فلا بد أن أشير إلى أن جمعية فضاء الثقافية بالعرائش التي أتشرف برئاستها سبق وأن نظمت بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الكاتب العالمي إخوان غويتسولو وبتعاون مع معهد سيرفانتس بتطوان والمجلس البلدي لمدينة العرائش والمركز الثقافي بالعرائش يوم 27 يونيو 2018 نشاطا ثقافيا تم خلاله التداول في مجموعة من الاقتراحات التي أود أن أبسطها أمامكم اليوم وأعرضها كمساهمة من جمعيتنا في هذا النشاط لإمكانية الخلوص إلى أجندة ثقافية عملية مشتركة تضم أطرافا عدة ومتدخلين متنوعين بهدف إعطاء المضمون الحقيقي لرمزية المكان الذي يحتضنه جثمان الكاتب العالمي إخوان غويتسولو. ولابد أن أشير بالمناسبة إلى أن هذه الأفكار الخاصة بنشاط 27 يونيو 2018 صيغت رؤوس أقلامها خلال الاجتماع الذي انعقد بالمركز السوسيو ثقافي البحريني بالعرائش يوم 5-18 مايو. حضركم السادة عزيز قنجاع رئيس جمعية فضاء الثقافية، مشيج القنقري النائب الأول لرئيس جماعة العرائش، عبد المؤمن الصبيحي النائب الثالث لرئيس جماعة الحضرية ورئيس المجلس حاليا، عبد السلام الصروخ مدير المركز السوسيو ثقافي البحريني آنذاك ومدير المصالح للجماعة حاليا، ماريا دولوريس لوبيز إنا مولادا مديرة معهد الماء في سيرفانتس بتطوان سابقا، خوسيفينا ماداس رئيسة الإدارة الثقافية لمعهد سيرفانتس بتطوان، ليوناردو مورا موظف معهد سيرفانتس بتطوان. وقد تقرر خلال هذا الاجتماع تنظيم نشاط ثقافي لتكريم الكاتب العالمي في مدينة العرائش إخوان غويتسولو تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لوفاته، بالإضافة إلى اقتراح إحداث هذه المهمة إحداث الجائزة الإيبيرو المغربية للكتاب إخوان غويتسولو، وهذه اللي غادي نقترحها عليكم، التي وضعت أرضيتها جمعية فضاء ثقافية والتي سيتم عرضها خلال هذا النشاط. فبعد نقاش مستفيض مع جملة من الفاعلين الثقافيين والمدنيين من خارج الأطر الرسمية السابق الإشارة إليها أيضا بمدينة العرائش، تبين بالفعل وجليا أن ميدان المؤلفين والمبدعين والكتاب والكتاب المغربي لا يعرف أي تظاهرة ثقافية خارج الأطر الرسمية التي تنظمها وزارة الثقافة كل سنة. لذا تم الاتفاق على إقامة تظاهرة ثقافية ترفع من قيمة الكتاب والكتاب كموسم ثقافي بصيت وطني ودولي وموعد سنوي قار على غرار مجالات أخرى كالسينما والمسرح، حيث تم الخلوص والاتفاق كذلك على ضرورة إنشاء جائزة وطنية تهدف إلى الرفع من قيمة المؤلفين والمبدعين والكتاب المغاربة وتحمل اسم جائزة العرائش الإيبيرو المغربية إخوان غويتسولو للكتاب، يكون هدفها تتويج أجود الإنتاجات المغربية والإسبانية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية والشعر والسرديات والمحكيات كمساهمة تدعم وتشجع الكتاب المغربي الإسباني ومن خلاله كتاب الضفتين بمكافأة مادية ورمزية تقديرا لمجهود فكري ثقافي وعلمي وتحفيزا لهم على المزيد من الإبداع والتمييز. وقد تأتى اختيار اسم إخوان غويتسولو لاعتبارات عدة. أولا، على اعتبار أن إخوان غويتسولو اختار مدينة العرائش مرقدا أبديا له، وهو بهذا التكريم بهذه المدينة التي فضلها أن تكون مقامه الأخير ارتأينا أنه من اللازم تخليد ذكراه السنوية من خلال عمل موسمي سنوي رائع. ثانيا، لقد شكلت كتابات إخوان غويتسولو في العديد منها مدخلا لإعادة روح التسامح والدعوة للنقاش وتعميق الحوار الثقافي وتجديد الروابط التاريخية التي جمعت الضفتين المغربية والإسبانية. ثالثا، تأسيس عمل ثقافي كبير يخلد اسم إخوان غويتسولو، حدث ثقافي سنوي يعيد طرح الأسئلة التي احتوتها أعمال إخوان غويتسولو ويناقش مضامينها الأدبية والفكرية والفلسفية. بعد التداول في أهم مميزات المشروع وإضافته للمشهد الثقافي المحلي وعلى المستوى الإيبيرو المغربي
باعتباره سيكشن كيلو محطة سنوية لعرض وتبني أفضل إبداعات الثقافية والمعرفية على المستوى العلمي عدة، وإدراكا لأهمية الإنتاج الفكري وكون الثقافة عنصرا من عناصر النهوض بالمجتمع والحوار الحضاري الذي نحن بحاجة إليه خصوصا بين المغرب وإسبانيا، وأداة فعالة في سبيل التقدم وبناء مدنية متحضرة من خلال نهج مقاربة تحفيزية للفاعلين في ميدان الإبداع وإنتاج الكتاب المطبوع في جميع التخصصات وفروع المعرفة لتيسير وصوله إلى القارئ، ودعم مشاريع كبرى للنشر تهم إبراز معالم الحضارة المغربية الإسبانية وتاريخ المغالقات المتجدرة في القدم ومساهمتها في مسار الحضارة الإنسانية. بناء على هذه الاعتبارات والرؤى تم إعداد تصور لأهم الخطوط العريضة، وموجود تصور موجود كاين حاليا لجائزة العرائش المغربية خوان بتصور الكتاب من خلال وضع لبنة لمشروع قانون الأساسي والتنظيمي قابل للمراجعة والتوسع، وكذا تصورا عن الأيام الثقافية الموازية التي تتوج بالإعلان عن الفائز بجائزة العرائش المغربية خوان بتصور الكتاب، وتشمل جائزة الأصناف التالية: جائزة العرائش الإبيرو-مغربية خوان بتصور الكتاب للإعداد، جائزة العرائش الإبيرو-مغربية خوان بتصور الكتاب للدراسات. وترشح للجائزة الأولى المصنفات المغربية الإسبانية في مجال الشعر، وترشح للجائزة الثانية المصنفات المغربية الإسبانية في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرح، وتمنح جائزة العرائش الإبيرو-مغربية خوان بتصور الكتاب للأدب لمكافأة الكتاب الأدب الإسباني والمغربي، وترشح له المصنفات الإبداعية في مجال الإبداع الأدبي من شعر ورواية وقصة ومسرح. وتشمل جائزة العرائش الإبيرو-مغربية خوان بتصور الكتاب للدراسة على جائزة العرائش الإبيرو-مغربية خوان بتصور الكتاب للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ترشح لهذه الجائزة المصنفات المغربية والإسبانية في ميدان الفلسفة والفكر الإسلامي العلوم الاجتماعية والتربوية والنفسوية والأنثروبولوجيا واللغة العربية والإسبانية واللسانيات والمعاجم والتاريخ والجغرافيا والمخطوطات والإعلام والاتصال والآثار والتراث الشعبي والقانون والاقتصاد والسياسة والإدارة والبيئة وحقوق الإنسان. إن الطموح بأن يتم تأسيس لجائزة خاصة بالكتاب وإطلاق اسم خوان على جائزة تخص المجال الثقافي المغربي الإسباني لا هي بادرة، تحتاج إلى